حياكم بالزبدة، معكم خالد، واليوم راح نشوف السوني RX 100 الإصدار الخامس. هذا هو خامس إصدار من سوني للمارك 100. ليش خامس إصدار؟ ليش خمس سنين على التوالي نفس الكاميرا بس يطورون منها؟ لأن هذه الكاميرا تعتبر من أفضل البوينت اند شوت اللي نزلوها سوني. فيها 1 إنش سنسر 20 ميجا بيكسل، اللينز من شركة زايس 24-70 مليمتر، f1.8 إلى 2.8 على حسب الزوم اللي مسويه، فيز ديتكشن 315 نقطة، يعني الأوتو فوكس في هالكاميرا هذه حيل سريع، تصور 24 صورة بالثانية كونتينيوس. الـ RX 100 Mark 5 من سوني تعتبر من أفضل point and shoots، تصور 4K، شاحن، شكله كأنه شاحن تليفون في USB من الخلف. الكاميرا حجمها وايد حلو صراحة، شكلها جداً جبار، مصنعيتها وايد قوية، تحسها كواليتي، دقمة التصوير، تغيير المودز اون والاوف، الشاشة تقدر تسوي لها فليب علشان تستخدمها كفلوجينج كاميرا، يعني تقدر تصور فيها وانت قاعد طالع نفسك بالشاشة، وهذه الكاميرا وايد يستخدمونها الفلوجرز بالانترنت بسبة الشغلة هذه، وهي لما تشوف الاونلاين من اشهر الكاميرات اللي يسوون فيها فلوجينج حق اليوتيوب. كاميرا فيها فيو فايندر الكتروني، لما تضغط الدقمة اللي على اليسار هني راح يطلع معاك الترو فايندر وتستخدمه عشان تشوف تركز على الصوره اللي تبيها. المنيو اللي بالكاميرا بسيط، تقدر تستخدم فيه الدقم لكن مو تاتش سكرين، وهذا صراحه الشيء يؤذي بعض الناس، انا شخصيا ما يؤذيني. راح اصور فيها مشهد صغير على السايد هني. حياكم بالزبده، معكم خالد، واليوم راح نشوف الاركس 100 مارك 5 من سوني. التصوير هذا 4K، قاعد اصور الحين بسرعه لان البطاريه بتخلص، ما كانت مشحونه الظاهر بالكامل، فقاعد اصور بال 4K، وراح تشوفون ان ال 4K جودته جباره جدا من هالكاميرا هذه. اقدر امسكها واخذها معاي بالطريقه هذه واتكلم فيها كفلوجين كاميرا. انا الكاميرا اللي عندي قاعد اصور هني بالاستوديو، وهذه حلقه مالت الاركس 100. الكاميرا هذه اعطوني اياها اكسايت، وصراحه حاب اشكر اكسايت على هذه الكاميرا، والحين راح نرد حق تصويرنا بالكاميرا العادية. من ناحية الصور تعطيك صور خيالية جدا، الكواليتي مالها مو طبيعي، f1.8 تعطيك شالو دبث اوف فيلد، سنسر حجمه 1 انش معناته انها تعطيك دبث اوف فيلد حلو بالصور، اشوفها صراحة بقوة الدي اس ال ار لكن بالحجم هذا. الشيء الوحيد اللي اشوفه سلبي بهالكاميرا هذه انها تستخدم بس العدسة اللي موجودة في الكاميرا هذه، يعني ما تقدر تغير العدسة نفس الدي اس ال ارز او الميرورلس كاميرز، لكن اشوف الرينج اللي هو 24 الى 70 كافي جدا حق كاميرا مثل هذه. في سلبية ثانية اشوف انه ما فيها مكان حق ميكروفون، معناته انها بس تقدر تستخدم الاوديو من اعلى. جودة الصور والوانها، تصوير الفيديو من كاميرا بهالحجم هذه راح تصدمك. طبعا الحلو بالكاميرا هذه ان بعد ما تصور تخلص تقدر تشبك عليها بالواي فاي، تاخذ الصور وتعدل عليهم بالتليفون على طول او على اللابتوب اللي تحب تستخدمه، اعدل عليهم واحطهم بالانستغرام. الكاميرا هذه موجودة على موقع اكسايت او معارضهم، تزورونهم تشوفون الكاميرا هذه من سوني. ونصيحة مني انا، تاخذ معها بطارية اضافية واس دي كارد يصلح لتصوير الفور كي. إذا عجبتكم الحلقة هذه سووا لايك، وحياكم بالزبدة.